تسمع صافي دموع الغيم يا قلب لا تدمع كفي ألوحها أدري ولا أدري هل أنتظر حلمي يا روح لو ترجع صاخبة ما أجمل الأرواح تواقة تلمع درب أسير على أطرافه ألما تنسل روحي من أصابعي تدمع اي منى ضروري اشوفك. لا حبيبتي مو عندكم بالبيت، نروح نقعد بشي محل. يلا البسي، انا صرت قريب من عندكم. ها عم اقول لك لابسه وجاهزه. شبك؟ ايه ماشي خلص رح استناك. يلا باي باي. مع مين عم تحكي؟ مع عبادة. امي شوفي شو قصتكم؟ شو قصتنا امي؟ ما فينا شي. شلون يعني ما في شي؟ مفكرتيني غبية ولا عم يا ماني شايفة؟ قضيتيها زيارة يا بغرفتك عم تحكي على التليفون انت وعبادة وتقرقروا وما بعرف عن شو عم تحكوا. لا تكوني حردانة امي. كل ما بجي لعندك بتعملي لي قصة. ها انا رايحة على بيتي اليوم. هون بيتك وهنيك بيتك، مو هذا القصد، بس انا حاسستك مانك طبيعية. لا انا طبيعية وكتير منيحة وما فيني شي. اصلا انا وعبادة هلا بدنا نطلع مشوار، رايحين سيران يعني. ايوه وراح يجي ياخذك من على الباب وما يفوت. اي لا هلا بدي فوته وافهم شو قصتكم. لا تكون المشكله مع حماتك. امي امي انا رايحه على البيت ورح خلي حماتي تتصل فيكي تحلف لك انه نحن ما فينا شيء ورح نعزمكم على الغدا كمان. اطمني بقى امي مشان الله روقي. والله من خوفي عليكي. بعرف. طمني بالك وتهدي ولا تقلقي علي، انا طالع خلقي شوي. معلش مرحبا اخي.
أهلين سليم. تسلمني عينك، في عندي ساعة أنتيك معطلة، بتصلحوا لي إياها؟ نحن لا والله، بس بدلك على واحد معلم ساعات على كيفك. كتر الله خيرك، وين محله؟ أخي الكريم، تطلع من هون على اليسار بعد سادس محل في دخلة بتفوت فيها بين الصميم، ما سألت على معلم كريم بدلك. شكرا جزيلا. يا ميت أهلين سليم. السلام عليكم. شرفت يا هلا. أمي. لا من هون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبتي هذا الدكتور أحسن واحد بيعمل هالعملية، أنا سألت عليه كتير منيح، بعدين رحت لعنده وطمني. إمتى رح نروح لعنده؟ هلأ إذا بدك. حبيبتي لا تخافي، صدقيني أنت ما في عليك أي خطر. رح يموت بكرة، الله بيعوضنا بولد وباثنين. ليش مو هو؟ ليش مو هو يعيش؟ ليش؟ لك يا منى يا حبيبتي، رجعنا نحكي بنفس الطريقة، حياتنا رح تتحول لجحيم. شبك ما رح تتحول لجحيم، أنا بدير بالي عليه، أنا رح دير بالي عليه، أنا بعتني فيه، أنا بداوي، أنا بربيه بكبره بدرسه باخده بجيبه، أنا بحطه بعتني بطعمي وبسيه، حتى لو صار رجال لا رح كله لا رح مله، لا رح تسمع مني ولا كلمة شكوى وعدة. إن شاء الله يا عباد، إن شاء الله. ولك آخ آخ، لك نسيتي أنت؟ مو حكيتي لي بعظمة لسانك عن علاء؟ مو أنت وصفتي لي حالة أبوه وأمه؟ الموضوع مو موضوع أكل وشرب ونوم. صدقني ما رح خليك تحس بوجوده، صدقني صدقني رح حوله بحياتنا لفرح إن شاء الله. لكن ليش خليتيني روح دور على دكتور منى؟ أنا ما عندي إحساس يعني؟ ما عم فكر بإبننا اللي جاي؟ ما لي أكل هم؟ مو أنت اللي أخذت القرار؟ عملي العملية منى، هي ساعة، ساعة زمان بترجع حياتنا أحسن من قبل أنا وياكي. أنا حاسس فيكي وبقدر وبعرف شو يعني أم، وأنت بطبعك عاطفية، بس لازم تقسي شوي منى، لازم تقسي على حالك. صدقيني ما رح تندمي، أنا مستعد أخذك ونروح لأي بلد بالدنيا، خلينا نفرح شوي، خلينا نرجع مثل ما كنا. منى عم تسمعيني؟ شبك؟ قولي لي شو قررتي؟ مرحبا. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين يا قلبي. أنت حضرتك سيد كريم؟ بذاته حبيبي انت، دلوني عليك، قالوا لي بتصلح ساعات انتيك. وصلت، انا سيد من صلح الساعات، وما في حدا بالبلد غيري بيصلحها. عندي ساعة بدي صلحها. امو تكرم عينك، من عيني هي قبل هي، ما شاء الله، الله يحميه. ملاك تفضل عمو. ما 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 مني. معلش بابا، خدها من عمو.
تفضل عمو خضر. جمو اندين صحتين وهنا. يلا السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. الظاهر فاصل بنوبه معي يمثل، شو بدنا نعمل فيه؟ لا عم نفهم عليه ولا عم يفهم علينا. المشكلة إنه ما معه هوية لتدلنا على طريق أهله. طيب والعمل سيدي؟ اتركوه عنا لبكرة ليجي سيادته المقدم لشوف لوين بده يحوله. سيدي هاد بده مشفى مجانين. وين بده يبعته يبعته. الله يرضى عليك بس خطي روح طعمي. ما رضي ياكل سيدي، ما رضي ياكل، هلكنا. طيب يلا روح شوف شو هناك. طيب سيدي. طيب هذا اللي عم تحكي عنه قديش بدي يعطيكي معاش؟ شي 1500 بالجمعة، يعني 6000 بالشهر. مناح، وعدني انه اذا بيعجبه شغلي بيعطيني زيادة. ما بعرف هدول شو بدي كفوكي؟ مناح مناح، انا اصلا ماني مصدق اني لقيت شغل. يا بنتي انت في عندك مصاريف، في عندك اجرة بيت، بدك تاكلي وتشربي. لا تاكل همي، اصلا شو ما اكل واحد بعيش. والله مزبوط يا بنتي، معك حق. من رضي عاش. مع ذلك يعني أنا برأيي أنه نعمل محاولة. محاولة شو؟ في واحد صديقي محامي، طبعا أنا ما مريت عليه اليوم مشان أسأله مشان الموضوع، لأنه بتعرف المحامين قبل الظهر بيداوموا بالقصر العدلي. هذا مشكلته أنه شوي عصبي، خلقه ضيق شوي، مشان هيك ما في سكرتيرة بتقعد عنده أكثر من شهر. أي شوفي، من حيث المبدأ أنا واثق فيه كتير، ولما بتشتغلي عنده أنا بكون مرتاح كتير. هذا سمعت أنا مرة أنه بيدفع على السكرتيرة حوالي 10,000 ليرة. يعني طيب ماشي الحال، ممكن أنت تتحملي عصبيته مقابل راتب منيح. أنا بتحمل، ما عندي مشكلة، بس بركي السكرتيرة اللي عنده هلأ لسه ما هربت. آه قصدك يعني يروح مشوارنا على الفاضي. يا ستي بيكون هالاختيار اللي هو أنا عمل مشوار حلو مع الصبية اللي هي أنت. على سلامتك، لساتك شباب. طبعا شباب شباب غصب عنك. شو قلتي؟ نروح نجرب حظنا مع أبو الفضل. أبو الفضل اسمه؟ هي اسمه أبو الفضل، عم بقلك هو واحد من جيلي. يلا خلينا نروح نشوف الشغل، وبعدين إذا ما عجبك بتداومي بالشغل الثاني. يلا. وإذا عجبني رح تحكي له عني؟ طبعا بدي أحكي له عنك، بدي له أنا بعرفها منيح، والبنت مثل الألماسة، أخلاقها وشغلها وكل شيء، بدي أقول له على صدري، أقول له بكفالتي. بس أنت ادعي أنه يكون مطفشة للسكرتيرة الثانية. أنا أتفضل. مدام عادل تفضل. ريلاكس بليز مناي، لا تخافي حبيبي، هذا الدكتور كتير منيح، أنا نقيته من بين كل دكاترة البلد، كتير شاطر. حبيبي لازم تحطي بعقلك إنه نحن اللي عم نعمله هو صح مو غلط، وحكينا كتير بالموضوع. بكرة إن شاء الله الله بيعوضنا. لا منى، لا منى يا من نعيش أنا وياه مع بعض، منا يا من نموت مع بعض. منا منا ما راح تعمل شيء غصب عنك. منا مجنونة، وقفي شبك جنيتي، كون جنة وما عندي قلب ولا ضمير. إذا بنت النية تقلبني بيدي. بوطي صوتك منا، شو صار لك؟ نحن بالشارع شبك. هلا شو بدك؟ ما راح أعمل العملية، ما راح أعملها. خلاص اخرسي اخرسي اخرس. ايه نعم خرسي، امشي قدامي منحكي بالبيت، امشي. ماشي يا نضال، هلأ عم ترجعلي البضاعة بآخر الموسم؟ لك شو بدي اعمل فيها انا؟ قلنا لك صبور، بلاش تطلع علينا بالعالي وتنق. شو يعني بوس ايدك؟ خيو هاي بضاعتك والله معك. ايه وباقي الرصيد؟ بس يصير معي بعطيك، المحل موجود وانا موجود. ايه
ماشي يا سيد نضال، أمرك. الله معك. ممكن تفهميني شو هذا اللي عملت فيه؟ ممكن تفهميني أنا جوزك؟ ليش هيك سويتي؟ أنا مالي لعبة من إيديكي، فهماني؟ ليش لحتى توافقي تروحي معي إذا ما بدك؟ ليش؟ بدك تطلعي حالك إنك أم حنونة وأنا واحد مجرم حقير؟ أنا بدي خلص حالي وخلصك وخلص هالولد اللي جاي من مصيبة. أنا شو عم بعمل غير العقل والمنطق؟ يا الله يا ربي شو عم ساوي؟ يا من نعيش أنا وياه سوا يا من نموت سوا، لأنه نحن واقفين على خشبة مسرح. سكمونا على خشبة مسرح واقفين. والله بتعضي أصابيعك لدم، والله والله. طلعي فيني لك أحكي أحكي لك شو شغلة؟ مالك عين أصلاً طلعي فيني لأنك بتعرفي حالك غلطانة. جدان كلكم مناح وأنا العاطي. ماشي روح امشي. مالتي لي يا عمو شو رايك بابو الفضل؟ بابو ظريف. طيب يا 15 يوم اللي بدي اغيب فيهم انت شو بدك تعملي؟ انت شو رايك؟ انا رايي انه تشتغلي عنده، يعني بهالطريقه بكون مطمن عليكي. بعدين بدريه الراتب احسن، يعني 4000 ليره زياده شبهون. انا رايي اشتغل هال 15 يوم عند الزلمه اللي قلت لك عليه. ايه بس لازم تقولي له انه بدك تشتغلي عنده 15 يوم لانه بجوز يكون معتمد عليك، ما بجوز نغشه. واذا ما رضي؟ اذا ما رضي استفل بيكون من حظك وبلا هالشغل يا ستي. هال 15 يوم مصروفهم علي. لا عمو شو لا بدك تقبلي غصبا عنك، انا عمو. بكره نلتقي بجنينه بنفس الموعد وبجيب لك مصروف ال 15 يوم، واذا ما اجيتي بكون اشتغلتي ووفرتي. يلا تعال معي لا تخاف. بيه شايف سيدي؟ شوفت عينك حبيبي على البيت رايحين احنا. يلا شي على البيت رايح لعندك انا كمان. يلا رايح انا وياك على البيت. بابا يلا تعال. ابو نضال الي طلب عندك وبتمنى ما تخجلني. ولو ولو الله يقدرني. اطلبي. بدي اياك ترضى عن نضال. ومين قال لك انه قدران اغضب عليه؟ انا بس زعلان لانه ضيع تعبي وتربايتي فيه. خلص الولد غلط ووعدني ما عاد يعيدها. ما عاد يعيدها يا ريت. يا كوسر اللي بيلحق السهر والصرمحة بالشوارع صعب انه يرجع. الله يخليك ابو نضال، صار له من لما رجع من الشغل قاعد بغرفته خجلان يقعد معنا. رح اندهله ايه؟ احكي معه اللي بدك يا انت ابوه بتمون. بس الله يخليك بالهداوة ما عاد صغير. طيب جاي اخي كريم يتعشى معنا اليوم. اهلا وسهلا. منى ما اتصلت؟ ليش ما جيت؟ ما بعرف يمكن راحوا على بيته. يلا بعد شوي بحكي معه بالطمن. طيب طيب اختي راح اجي اتغدى عندك بس لا تكتري الاكل. ايه ولا يهمك راح اجيب نوريا تساعدك. سكري سكري اختي يمكن اجى عبادة. تصبحي على خير. مساء الخير مرت عمو. مساء الخير حبيبتي. شبك ماما؟ ما في شيء ما في شيء. لك نامي انت؟
لا ما بدي نام، بدي اقعد شوي ما مرتم. تعالتي متخانقين لك ماما عبادة طيب وبيحبك، بس هلأ ضايش. ما فهمت. أنا عرفت كل شيء. تعرفي وبعد ما قال لي بنتي استفادت الله رحمه. إذا أنت عندك جوهرة بدك تخبيها تعطيها لإنسان أمين وبتسقي فيها، ولو ما كنتي أمينة عند رب العالمين ما كان حط الجوهرة ببطنك. هذا عبد من عباد الله. عبادة طيب وحنون وبيحبك. بس الرجال هيك عقلهم بيغلب عاطفتهم، بس الأصيل بيرجع عن الغلط. عبادة أصيل شوفي. لك بنتي ليش هيك؟ أمي أمي غير ثيابك، رح أحضر لك عشاء. لا تعذبي حالك. لا بدي أعذب حالي. أمي غير ثيابك. قلت لي انه امك دريانة. هذا ما بيغير من موقف الشيء. الولد بده ينزل منها. الولد ما رح ينزل عبادة، وهذا الموضوع خلص انتهى ولا بقى تفتح السيرة نهائيا. اسمعي هيك رح نخسر بعض ها؟ لهالدرجة؟ واكثر من هيك، أكثر من هيك بكثير. معك لبكرة فكري. الولد بده ينزل. ما رح ينزل، ما رح ينزل. بابا مشان الله سامحني، أنا اليوم لا بعت ولا اشتريت ولا استفتحت. أساساً أنت بابا مشان الله لا تكمل. أرضى علي بالأول بعدين عمل اللي بدك إياه. الله يرضى عليك. بدي إياها من جوا، من قلبك، من جوا. الله يرضى عليك يا أبني. خلينا هيك يا أبي، وهلأ أمرني شو بدك. أنا جاهز. ما بدي شيء يا أبني أنا غير أنك تعرف الصح من الغلط وساوي الشيء اللي ربيتك عليه. خلص بأمرك، وأنا من إيدك هاي لإيدك هاي. لا
لك بغار، من أهل الدنيا كلها بغار. من شو بدي إلا لك؟ من بنته بغار، وبنفس الوقت ديونا نطلع ونفوت ونسهر مع رفقاته. بابا هذا إنسان مريض، لأنه الغيرة لما بتوصل لهالمرحلة هي معناتها مرض. مريض بس؟ قلت له يا أخي إذا أنت بتغار لشو نطلع ونفوت مع العالم؟ يا أخي تركني، تركني بحالي، لعب بدي أطلع ولعب بدي فوت. لا مصر، قال شلون بدي يسهر لحاله كل واحد معه مرته؟ صلي على النبي ماما، صلي على النبي. خلص يلي صار صار، بس أنا بلومك أنت لأنك خبيتي علينا. قلت لحالي مو ناقصكم، زيد فوق همكم هم. بس يا بابا هدول 5 سنين زواج ما هن اللعبة. إيه ما كانت وصلاني معه للضرب. قومي حبيبي قومي، قومي غسلي وشك وتعالي لعندي. إيه ماما، وأنا رح حط لكم العشاء، خليها البنت تاكلها لقمة وتنام تقبر قلبي. لوين بابا؟ على قامتي إن شاء الله، زعل على أخته. علاء حبيبي. نحلة قيمي هالبنت من حضنك وانتبهي لهالموضوع، الظاهر علاء غار. ايه الحق معك، حسيت بهالشي. حبيبتي روحي لعند جدو. تعي جدو، تعي تعي حبيبتي، تعي جدو لعندي. انا رايحة اشوف علاء. ماشي الحال. مع لزك جدو، احكي لي لشوف شلونك انت. انا الحمد لله، انت شلونك؟ انا الحمد لله مبسوطة. ايه كثير. عظيم عظيم كثير. هلا رح اخذك وارجيك الغرفة اللي رح تنامي فيها انت وماما. حلوة؟ حلوة كثير كثير. يلا قوم جدو فرجيني اياها. هلا بكره رح نشتري كمان العاب ونحطهم فيها حتى تصير احلى. يلا خلينا نقوم نشوفها. بدك تشوفيها؟ ايه تكرم عيونك، هاتي بوسه. يلا تعي. انا شو بدك مصاريك يا اختي؟ بدي اعطيه لنضال، خليه يكبر شغله، بلكي مجوزه وبخلص منه. خير ما بتعملي يا اختي خير، بس دين هالدين يعني برجع لك اياهم. ما في فرق بيني وبين ابني. امي بكره بس يكبر شغلك وتتبحبح هيك بترجع لي اياهم. ما اكيد امي اكيد، ان شاء الله هيك برجع لك اياهم بحبحين شوي تاني كمان. شفناك فوق وشفناك تحت خان. الظاهر اللي اخذتهم بالاول طاروا على اللبس والشراطيط، مو هيك صهري؟ لا مو هيك استاذ كريم. نضال الله يرضى عليه عم يشتغل وماشي الحال. على كل حال هذا الموضوع بخص كوثر، انا مالي راي فيه. خلص اختي بكره اجيب لك مصاريك فوق ربحهم كمان. بتعرفي مع انه هالبيعه ما توفقنا فيها ما جابت همها، هذا ابو صفوان ملعون شرانا بيت ب 20 مليون هو ما بسوى اكثر من 16 مليون. وبديش بعت خال؟ ما حلو 20.5. منح اخي 1.5 مليون، شو بهون؟ خالو؟ هذا ابو صفوان ما غيره اللي مره بعتني لعنده؟ انا بعتك لعنده؟ ايه بعد كان رفيقي هيثم بده يشتري بيت. لا لا هذا واحد غيره. اه قلت لي واحد غيره. انا ما في مكتب عقاري بهالبلد اللي بعرفه. الله يقويك خال. وين قلبي انت هيك؟ ها صاري دائما ساكت. والله عم بسمع. صحتين وهنا. انت تخلي دور لحدك. بالحكي يا اختي بالحكي، بس لا تقولي بالاكل لانه بهالكم يوم منزوعه قبليتي. خالو شو اخبار بدر؟ والله ما بعرف شو قصته، صار له كم يوم ما اجى على الشغل، بيصير مقرب. اريح لك خال، يعني انت شايل همه على الفاضي. لك اخطي حسن لله بطعمي وبصقي وبدير بالي عليه. ايوه واخته بابا عم تشوفها؟ بدريه؟ ايه شفتها، مسكينه عم تدور على شغل. بتحب بابا اسالها بالسوق عنا؟ هلا رح اشوف لها شغل عند صديقنا المحامي ابو الفضل، اذا اشتغلت مش الحال، اذا ما اشتغلت ممكن تسالها. اعوذ بالله، هدول الناس ما بيتقرب عليهم. فهمتي يا هالبنت؟ يا كريم يا كريم، الانسان ما بيضل على حال، واحد بينام على حال وبيفيق على حال. الا هذا الصنف، حاله لابسهم ما بيتغيروا. لا ايه دائما تصبحوا على خير. ما عجبه الحديث. قلبه طيب بفكر كل الناس مثله.
لا يا اختي اللي خبرة. ايه وشو شايف من الدنيا؟ من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت. لا خالي. بابا عقله بيوزن بلد. خالي؟ كلمة الحق تنقال، ليش المقاوحة؟ هاي بنت منافعانة يعني منافعانة وبس. صحتين خالي. لا تعطي المصاري لتكتبي سندات فيهم. يوه بكتب سندات على ابني شو بنا؟ لك ايه لا تخوفي لحتى يحس انه محاسب وانه الشغلة مو فلتانة وكل كم يوم تطلع على الدفاتر وتعمل له كبسات على المحل. طمن اخي ان شاء الله ما بصير غير كل خير. نقول ولا طايش طايش. احط لك بريق الشاي على النار. ولا بين ما يقضي ضبي لي اللي بيان سفري. من عني لا تقتلني ما لا تموت مشان شوفي مش تضربني شفت على مخني مشان ما تقتلني مو ودري لا أنا أبدا ممكن أعمل إيه أبدا أبدا بنت مثلنا رح تسألي شي طبيب أوان أوان اهدي لي شبك بنتك ما ممكن يعمل فيك شي امشي امشي لا ويا يا عمتي لا تخت حبيبي تخت يلا بردامي أتركي حبيبتي أنا قاعدة جنبك لا تخافي لا تخافي الله يرتاح عبادة عبادة ما بيعمل هيك ما تظلمي حكيت مع الدكتور روح انت روح روح اطلع انت روح اطلع جبر اطلع روح جيب لي مي وشوية تمر وجيب لي بشكيرة ما عم لأعمل لك كمادات الله يوفقك روح يرضى عليك يا الله يرضى عليك مردانة اهدي امري اهدي يا امري اهدي اهدي يا مشان سلامة الجنين طبعا احنا اسفين دكتور فيقنا بالليل ولا يهمك بسيطة عفوا دكتور بدي اسألك على علمك في ادوية للاجهاض ممكن تكون فعالة بتتاخد بهالفترة من الحمل هاي اكيد في ليش عم تسأل لان بصراحة دكتور انا خايف من مرتي تاخد هيك نوع من الادوية لانه هي عندها رغبة بهالشي خير ليش يعني الجنين عنده تشوهات
بعين الله. وهذا الدواء دكتور يعني هي فيها تحصل عليه بسهولة؟ للأسف الصيدليات اللي فيها دواء مهرب مليانة بالبلد. أو اشتغل يعني هو فعال دكتور؟ 90% ممكن يعمل الإجهاض بس له أخطار كتير. مثلا دكتور ممكن إذا أخذت جرعة زايدة يسبب لها نزيف حاد. أوعك تخليها تعمل هالشي. أعوذ بالله. أنا لك ليش عم بسألك دكتور مشان أفهم منك. بسيطة ما فاهم. إن شاء الله توحزنا دكتور. يعطيك العافية. شو عمل لها البنت لحتى وصلاني لهالحالة؟ شو أمي شو بدي أعمل لها يعني؟ البنت عم تهلوس من حرارتها، مرتفع حرارتها. أمي الحرارة خلتها تطالع لي جواتها. أنت شو حكي معها؟ شو عامل لها؟ شو بدي أعمل لها؟ قولي لي أنت شو بدي أعمل لها أنا يعني؟ وصلت معك أمي لهون إنك تتهميني؟ أي حدا ما بترتفع حرارته بيهلوس والبنت عم تهلوس. لك أمي مرتك خايفة منك، عم تفهم خايفة منك. مو خايفة من قط ماشي بالشارع. روح انت نام بقوتي وانا رح اروح لعندها. لا امي روحي انت نامي، رح يطلع الصبح انا بدنا نضل معه. طيب اذا فاقت وخافت منك اندهلي. ايه رح اندهلك امي، لانه انا بالليل بتحول اظافيري هدول بيطولوا وبينزلوا نيابي وبصير باكل بني ادمين. روحي نامي امي روحي. يعني شو بدي اقول لي؟ قال لي حولوا على المستشفى حسب القصه. الله يكون بعونه. خايف سيدي خايف، مية ترعب. روح سوي له الورق بسرعه الله يرضى عليك، قد ما فيك عجل. صباح الخير يا خالي. صباح الخير. شو اسمك يا خالي؟ اسمي خيري. وين أنا؟ بالمستشفى الحمد لله على سلامتك. عندك أولاد يا خالي؟ شاب وبنت. الله يحميهم. تذكري شو صار معك؟ يعني كيف صار الحادث؟ ما بتذكر. بتذكر كنت راكبني وبعدين خليكم على نفس الأدوية وراح اكتبها على دواء. شكرا. عفوا. ما بتنسوا بإيدها أمرك أبو راتب. وفش خبرات البيت ما بتطلع. فهمت. ما بدعي قفتي. والله العظيم فهمت. أيوة. مرحبا أخي. يا ميت مرحبا. بالله مو هالبيت أم بدر؟ بلا هذا هو خير. أخي العينك تعرف أنا أم بدر؟ أكيد لساعتها بالبيت ما حلا تروح على الشغل. أخي أنا معها بالشغل وهي صار لها كم يوم ما عم تيجي على الشغل. أوف خير إن شاء الله.
اللهم اجعله خير. ايه والله، والمعلم بعدني اطمن عليها وما لقيتها، حتى امبارح بالليل اجيت وما لقيت حدا بالبيت. والله شيء غريب، وين بدها تروح يعني؟ ابني ما رد عليه. عم اقول لك والله ما حدا طلع. عمي الله يخليك، اذا شفت الخالي ام بدر الا تمر على المطعم، حتى لو تركت شغل تعمل له ايميل للمعلم اللي كان مأكرمه. لعيون التنتين، اذا شفت رح خبرها. يسلم راسك، يعطيك العافيه. الله معك، مع السلامه. امبارح ونحن بالسيارة طلع خلو علي كتير، ولما رجعنا على البيت فات وراي على الأوضة وقال لي إنه اليوم آخر فرصة، إنه يا بنزل الولد يا بنترك بعض. حكي من وراء قلبه، ليش هو إله غنى عنك؟ بس أنا بلومك لأنك سايرتي ورحتي معه. ما بعرف كيف عملت هيك، غلطانة كتير. بسيطة الحمد لله اللي ما تورطتي. هو شافك انك سايرتي فاستسهل القصة، لذلك انت لازم تقولي كلمتك ما بدي وبس، وتقوليها بقوة. عبادة حنون وبيحبك كتير، بس هو عنيد وانتي ساعدتيه على الحنات. رياض، شو رأيك اليوم المساء روح لعن منى؟ ما عندي مالي، اتصلي وخدي موعد إذا كان الوقت مناسب. لا، حابة هالمرة روح بدون موعد. وليش كوسار؟ لا تنسي إنه حماتها عايشة معها. ما هو أنا مشان هيك بدي روح فجأة وبدون أي تحضيرات، بدي اطمن على هالبنت. مبارح حكيت معها، صوتها ما عجبني بنوب، أصلا هي كل هالفترة مانا طبيعية. والله هو الحق معك، بس لا ما بصير تفاجئيهم. بيت بنتي. خلص، إذا بدك بنقول لهم كنا بشي مشوار قريب وحبينا نمرق عليهم 10 دقائق. لا 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 لا، خلص اتصلي وخدي موعد. لا لا لا، ما بصير مشان الأصول. أعوذ بالله، كل شي عندك على الميزورة. صباح الخير. صباح الخيرات. شفت اللي بينام بكير شلون بفيق بكير؟ ايه نام بكير وفيق بكير. شوف الصحة كيف بتصير. يلا في لي عروسة مشان اخذها على المدرسة. اخرت على اوتوكار. ها لك دخيلك انا. لك يا ابني، كل الناس عايشين هيك، بترقد وما بتلحق. الحياة بدها جد وبدها التزام لحتى واحد يقدر يوقف على رجليه. رح يوقف رياض، رح يوقف ورح جوزه كمان، وبكرة بتشوف. هو مين إله غيرك؟ الله يديمك فوق راسنا. لا أمي، رح جهز لك الفطور. طولي بالك أمي، بدي أنزل على السوق. مو بكير؟ لا مو بكير أمي، بلش الجد، ما بدي يسود يوشي معك. شبو، ليه عم يطلع فيني هيك؟ هاي ما سرنا، ما اختلف شي. لا أمي، أنت شو دخلك؟ بس العمر إله حق كمان، أبوك كل ما عم يكبر عم يصير خلقه ضيق. يلا بدي أمشي. خليك شوي، بدي جيب لك فنجان قهوة، عاوزتك بكلمتين. أمي قوليهم بسرعة، مستعجل بلا قهوة هلا. بدي إياك تمر على بيت أختك، بس هيك طمي غمي فجأة.
صاخبة ما أجمل